فقال: بالحق أقول لكم إن هذه الأرملة الفقيرة ألقت أكثر من الجميع. إيه بقى التقدير بتاع ربنا؟ قال: هؤلاء من فضلتهم ألقوا في قرابين الله، وأما هذه فمن أعوازها ألقت كل المعيشة التي لها. يعني عايز أقول إيه، لو واحد حط في صندوق الكنيسة 1000 جنيه، 1000 جنيه دي بالنسبة له مثلا عشور شهر، يبقى هو فعلا كتر خيرك دفعت 1/10 من إرادك. طيب واحد دفع 1000 جنيه بس هو مرتبه 2000 جنيه، يبقى هو دفع نص مرتبه. مين دفع أكتر، اللي ادى العشور ولا اللي ادى النص؟ طب ايه رأيك لما يكون 1000 دي هو كل ما يملكه؟ عشان كده الأرملة دي حسبت في عند المسيح ان هي ألقت أكتر من جميع، لهنا ادت 100% مش ادت 10%، هي كل اللي حلتها في السين راحت حطيتهم في الخزان. طب انت يا ستي مش هترجعي مثلا تدوري على لقمة ولا حاجة، تقول انا عمر ما ربنا سابني ولا بيت جعانة. طب انت دي حطيت الفلوس دي، تقول عشان في ناس اكثر احتياجا مني. حقيقة اخواتنا اللي بيخدموا اخوة الرب وخصوصا في الاماكن العشوائية والقرى والارياف بتاعت الصعيد اللي فيها ناس غلابة كتير، ياما بيحكوا عن خبرات مثل هذه، ان ما في شخص محتاج لكنه في عفة نفس ياخد من نفسه ويدي للاخرين. حكى لي احد الاباء الكهنة قصة لطيفة، بيقول عندي واحدة ست كانت أرملة، والكنيسة كل شهر بتديها مرتب شهري عشان تعرف تعيش. تقول كانت تيجي عنده في المكتب في خصوصية، يكون مجهز لها الظرف اللي هي بتاخده، تاخد الظرف يقول ألاحظها هي خرجت من عندي من المكتب دخلت الكنيسة، تفتح الظرف تطلع العشور تحطه في الصندوق. ففي مرة أبونا نداها وقال لها: أنت يا بنتي دي أنت محتاجة، ويعني انت ممكن تبقى معفاه من العشور يعني. قلت له: انا اتعودت من صغري بابا وماما علموني ان احنا نعفى على العشور، وانا بحس دي بركه كبيره، لان طبعا الحاجه اللي بديها ربنا بيبارك لي مكانها. فالانسان اللي جرب ان يعطي الفقراء يعرف كويس جدا قد ايه الخير عنده بيكتر.